السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه اموركم البنات، صحاباتي الزوينات. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. توحشكم بزاف حبيباتي، كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كسكسو. يا لاله، واحد القصاري ديال الكسكسو، كسكسو المغربي. وشكون اللي ما كيعشقش كسكسو؟ المهم كما شفتوا معايا راه درت غير هاد البريمه الصغيره، واخا البنات غادي يضحكوا لي على بريمتي. ترسات لي مع الرحيله البنات، ومازال ما خديتش وحده كما شفتوا، ضغطات لي من الجناب. ايوا صافي البنات، خديت الخضيره ديالي، قلنا نديرو كسيكسو ونديه لعند الدار. المهم ماشي ضروري شنو غنديو، المهم هو نجمعو ونضحكو. كما كتشوفوا البنات راني درت خيزو الخضيره كامله، ما قداتنيش البرمه، فدرت القرعه الحمراء والقرعه الخضراء. اصلا معاكي ما كيشدوش الطياب، دغيا كيطيبوا، فقلت بلا ما نخليهم حتى الاخر، اللهم نعزلهم بوحدهم في الكوكوط. كما شفتوا راني درت الدنجال مع كسكسو. كاين اللي ما كيبغيش الدنجال مع كسكسو، انا درتو حقاش البنات، درت الدنجال مع كسكسو حيت كان عندي، وما خديت لا ليش ولا والو، لا لفت لا حتى شي حاجه. داكشي اللي متواجد عندي هو اللي درته البنات، خديت الحمص وخضيره هكاك. هنايا راه ماطيش عندي، تما غنحكها باش نزيدها في الفوره الثانيه. المهم انا كنديرها في الفوره الثانيه. صافي البنات، هنا راني بديت كنكسكس السميده ديالي. خديت هنايا كيلو ديال السميده، وانتم كتاخذوا القياس ديالكم. هنا غربلتو وغنبدا نبسبس بيه. انا في الاول البنات كندير الماء تابع الطريقه ديال الوالده، كل واحد وطريقته. كاين اللي كدير الزيت في الاول. ايوا صافي البنات، ايوا توحشكم بزاف البنات. انا كما كتشوفوا معايا راني مراكبه سمينه يا سمينه، وكنكسكس حيت ما بغاتش كاع تجلس للارض، ما بغاش تسكت البنات، مقلقينها السنينات. ايوا هادشي اللي كاين البنات، الله يسمح لنا من حق الوالدين وصافي. ايوا والله يخليهم لينا ويحفظهم لينا يا ربي، ويحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم وجميع المسلمين يا ربي. هنا كما كتشوفوا راني بديت كنكسكس انايا، راه كندير الغربال البنات، كل واحد وطريقته باش كيمشيو دوك الحبيبات في الاخر. صافي هنايا راه
درتو باش يطلع هنا كيما كتشوفوا. راني غادي خوينا خويته زعما باش نعاودو. ايوا صافي البنات، الخضيره ديالي راها كطيب كيما كتشوفوا، راه خليتها كطيب. وصراحه البنات والله الا جاك سيكسو غزال، جا زوين البنات واعر والله البنات، اللي جا زوين وبنين الصراحه والله. ايوا صافي البنات كيما كتشوفوا، انا راني المهم ما عنديش السمن، درت غير الضويمه ديال السمن وديال الزعفران. العطريه راكم كتعرفوها كاملين، البزار الملحه والسكنجبير والخرقوم. ايوا صافي بالنسبه للحاره درت واحد الحويره، اللي ما كيعجبوش الحاره ما كيديروش. صافي البنات كنكتبها بالطريقه العاديه، تبارك الله راه كاع العيالات المغربيات ما شاء الله عليهم الكسكسو ديالهم راه كيجي. غير شاركت معكم طريقتي لا اكثر ولا اقل البنات. ايوا صافي البنات، اما راه كل وحده تبارك الله وحداكتها وكل وحده وطريقتها، وتبارك الله علينا احنا العيالات المغربيات راه دائما يعني من شي حاجه قليله كنديرو بزاف، والحمد لله على كل حال البنات الله يرزق غير الصحه والسلامه. صافي كما كتشوفوا هنا راني كنكسكس فيه، درت ليه ثلاثه ديال الفرات. ايوا صافي البنات هذا مكان البنات. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ديالي يعني ما تنساونيش من واحد جيم وشي كومونتير يكون زوين بحالكم وصحابتي الزوينات، وما تنساونيش من بارتاج يعني شجعوني، شجعوا اختكم علاش لا نشجعوا بعضياتنا، والله يسر الامور للجميع يا ربي. صافي البنات هنا من بعد ما كسكس البنات ما بغيتش نشارك معكم كاع المراحل، صافي خليته حتى طاب البنات وطلع ليا الفوره الثانيه. وهنا راني جيت حطيت كسكسو ديالي في القطريه وبديت غادي نسقيه البنات، يعني طريقتي في السقيه. وصافي ما غاديش كاع نشارك معاكم كلشي باش ما يجيكمش الفيديو طويل البنات. ايوا صافي البنات نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم شجعوني اخوتي. وهذاك السكسو ديالنا هكا من بعد ما سقيتو هكا جا البنات، جا زوين والله الا جا زوين البنات. واللي كانت شي وحده كتوحم وشافت الفيديو سمحي ليا يعني ما شهيتكم، وبالصحه والراحه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم البنات، يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش البنات من جيم راكم كتنساوها ليا، وتهلاو فراتكم، باي باي.